مع الوزير، ما هو موقفكم مما تم إعلانه كمجلس انتقالي في الجنوب، وكذلك من البيانات التي أتت من قبل التحالف، يعني من قبل مجلس التعاون الخليجي والشرعية اليمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الموقف، نحن موقفنا فيما يخص في الجانب السياسي، كان مؤتمر شعبي عام في المحافظات الجنوبية، صدرنا بيان بصفتي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام في الجنوب، صدرنا بيان أمس لوسائل الإعلام وأعلنا موقفنا بشكل واضح وصريح من هذا المجلس، لأنه مجلس يعني الأول لا يمثل الجنوبيين. نحن قلنا مرارا وتكرارا، وقالت كل القيادات الجنوبية التي تحمل مشروع الانفصال أو مشروع الفيدرالية أو مشروع الاستمرار في الوحدة، كل القيادات الجنوبية دون استثناء، جميع القيادات الحراكية والقوى السياسية، أن مصير الجنوب لن تحدد جماعة منفردة، يحدد جميع أبناء الجنوب وبالآليات التي ستكون مقنعة. أما المهرجانات يعني الجانبية لمجموعة من المغيبين، مجموعة من الأنصار لفلان أو علان، وبكل بساطة آتي ببيان وأقول أنا وصية على الجنوب وأقرر مصير الجنوب، ونحن في حالة حرب، ونحن في وضع يعني نقاتل فيه أعداء يعني كانوا في عدن ويطمحون العودة إلى عدن. ولهذا فإنه أرى يعني موقفنا، نحن أول نؤكد أن هذا المجلس ولد ميتا أو نعاس، سيظل مسخا وهو لعنة في تاريخ حركة النضال الجنوبي للمطالبة بالدولة الجنوبية وفقا لمقررات المجتمع الدولي التي نحن الآن نعيش في ظلها. ولهذا إذا كان هؤلاء الإخوان أعلنوا كمكون سياسي، كنت أول من أرحب وأدعم وأبارك لهم، ما فيش معنى. أما أن يعلن أنه وصي على الجنوب ويحدد مصيره وله الآليات التي، من يكون هذا؟ هذا عبارة عن بدء يعني المعركة، المحاولة للنيل من الشرعية الرئيس هادي، هو يعني السعي لوجود شرعيات متعددة. كل من بسط يده ورجليه على شبر من الأرض سيعلن شرعية، كل من لديه مجموعة من المقاتلين من المغامر سيعلن أنه هو الوصي. وبالتالي نحن لنا مصلحة جميعا، الداعين للانفصال والداعين لدولة جنوبية أو دولة اتحادية أو مفرجات أو كل الجنوبيون، نحن لنا مصلحة جميعا في الاستمرار تحت مظلة شرعية الرئيس عبد الرب المنصور هادي بحسابات المصلحة وليس بحسابات الحب أو الولاء للرئيس هادي. فلهذا هؤلاء الناس يدمرون المصلحة، مصلحة أبناء الجنوب، يعيدون إلى مربع الصفر الذي نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل التحالف وبفضل أيضا الشرعية، الشرعية هي من دعت التحالف. التحالف لم يكن له أن يتدخل في الشان اليمني لولا يعني خطاب الرئيس هادي بأنه يستنجد بهم اليمنيين يطلبوهم لنجدتهم. ولهذا بإمكان هادي أن ينزع هذا الخطاب في أي لحظة ويدخل في متاهات. ولهذا كان اعتراضنا من هذه الزاوية، وكان اعتراضنا شديد، لأن من أنها لا نريد أحد أن يستخف بالقضايا الوطنية وأن دخلنا في متاهات. ثالثا، نحن ما دعانا أيضا إلى الرد بقوة، وسنستمر في الرد على الأرض بقوة، أنه مع الأسف الشديد وما حاولنا نقتل أن هؤلاء، أن هذه الفكرة يعني نبعت رائحتها الإيران، رائحة طهران والضحية الجنوبية واضحة والروح العيان. الجهة التي تريد أن يعني من هو المستفيد من أحداث إرباط في الصفوف الشرعية أو الحوثي والحقاشيين، من يخدم أي شخص يأتي بأي خطوة أو مكون أو قيادة يأتي بأي خطوة يعني تريح ويرحب بها الحفاشيين والحوثيين، نحن ضده جملة وتفصيلة في قضايا بإمكانك أن تكون متفق عليها، ولكن المواقيت، اختيار المواقيت مهم جدا. قد يكون أنا فيما يسعى إليه مثلا عيدون الزوجي، لكني ضده بكل قوة بالأسلوب وبالطريقة وبالتوقيت حتى. ولهذا كان موقفنا، وهذا ليس موقفنا وحدنا نحن في المؤتمر الشعبي العام الجنوب، هذا موقف جميع المكونات الحقيقية. نحن لا ننكرهم أنهم مكون، ولكنهم مكون صغير له حجم معروف. مكونات الحراك وقيادة الحراك موجودة ولها مواقف، والمقاومة التي أوجدت وضعا آخر بعد الحرب وهي قوة حقيقية، لها موقف مختلف
ولهذا كان مطلبنا من هذه المنطقة نحن يجب أن نحترم الجميع، نحترم بعضنا البعض، ولا يستقطع حتى لو دعم الذي يعتقد أن يعني أنه مدعوم من جهة نعم الوزير أو غيرها. ثالثا نحن أكدنا في البيان الاشتقاق في التحالف، أنت ذكرت بيان مجلس التعاون، أنا شخصيا أراه غير كافي. نحن هناك حركة تمت في عدن نعم مع الوزير وسببت قلق، وبالتالي نحن نريد ما هو نريد خطاب للرأي العام الجنوبي من الإخوة في جهة مجلس التعاون. هل شريكهم عزوز الزبيدي ومن معه مثل ما ادعى في بيانه، أم شريكهم هادي والشعب اليمني وحكومة بندر؟